فقرتنا هلا سلمى بتحمل كتير من وجهات النظر، اذا بدنا نقول بتختلف يمكن بين عائله لتانيه، من شخص لاخر، مفهوم الصح والغلط يلي بيبقى هو مفهوم نسبي، مع الاحتفاظ بالخطوط العريضه طبعا سلمى يلي متفق عليه انه هذا صح او هذا غلط. اكيد فرح، كتير من الاهل بيحاولوا يفرضوا شو اللي شايفينه هن صح او شايفينه هن غلط حسب معتقداتهم وارائهم اللي كونوها، ومو شرط ابدا تكون هالمعتقدات والاراء هي المضبوطة، بيحاولوا يغرسوا هذا الشيء مع الوقت مع أطفالهم، ولكن بعد سن معين بيكتشفوا إنه هن عم يحصدوا نتيجة المعتقدات الخاطئة. كيف ممكن الأهل يزرعوا المعتقدات الصحيحة عند أطفالهم من سن مبكرة؟ هاي الطريقة طبعا رح تعرفنا عليها ضيفتنا الخبيرة بالتنمية البشرية مجد اللوسي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير، يسعد صباحكم. صباح الخير مجد. صباح الخير. قبل ما نفوت بهي التفاصيل، اليوم مفهوم الصح والغلط قديه تغير واختلف مع مع اختلاف الظروف، اذا بدنا نقول التكنولوجيا اللي دخلت حياتنا بقوه اليوم حتى باعمار صغيره عم نشوفها مع هذا التطور السريع. تماما، هلا هذا التطور السريع هي اسمها التربيه الحديثه اللي حنقول عنها، غير التربيه اللي كانت من زمان، حتى طرائق التدريسيه اختلفت وتغيرت باعتبار صار في تكنولوجيا وباعتبار صار في برامج تعليميه واشياء تثقيفيه واشياء فيها عباره عن توعيه، فهو الزمن عم يتطور لحاله، وبالتالي حتى التربيه صارت اكيد مختلفه تماما. يعني نحن كانوا من قبل عندنا انه العنف، الضرب، الكلمه اللي بطريقه يعني ممكن الام تصرخ صوت، حنقول من قبل الولد، هلا عندنا اكيد هذا ما بيزبط بالتربيه الحديثه، بده يكون في عندنا مسايره، بده يكون في عندنا وعي، غرس قيم، ان يعني نخلي الطفل يعرف الصح من الغلط، نوعيه لو غلط ما نحكي بطريقه معه عنيفه، لانه يعني غير انه الطريقه العنيفه حتى المفروض يتوعى اكثر، لانه صار عندنا هي التكنولوجيا عشان ما هو يشت او هو يروح لمنحى اخر، وهذا الشيء كثير مو صح. تماما بيعمل تمرد عند الطفل وبصير يعني سلوكياته حتكون خاطئه، وبده يكون عندنا حتى بدي احكي شيء انه الام والاب لازم يعني هلا بوقتنا هذا الحال يكون في عندنا كثير اطلاع كثير عندنا قبل ما نجيب المولود او قبل ما نجيب هذا الطفل، لنعرف نحن كيف بدنا نستخدم هي الطرائق الحديثه مع طفلي لحتى يعني يطلع طفل سوي مثل ما بيقول او طفل سلوكياته محببه. اكيد. طيب خلينا نحكي مجد، اليوم لما بنقول مفهوم زرع القيم هو شيء كثير كبير وصعب، يعني مانو بسيط. السلوكيات العادية ممكن هي قانون المنزل يتعلمه الطفل، ولكن لما نقول نزرع قيمة كيف بنتدرج لنوصل لأنه نحن نقدر نعلم أبنائنا قيم هي مانا تصرف آني أو سلوك ممكن يتغير. هلا الطفل انا حشبهه بالبرعم، يعني اللي بينسقى، نحن وقت بنسقي مي نظيفة لهذا الطفل، فهو قد ما كبر الطفل وحنقول طلع بسلوكيات خاطئة حيرجع للمي اللي نسقاها، المي الطيبة، المي النظيفة، فنحن حنشبه زرع القيم بهي المي اللي نحن انه الطفل من هو وصغير دائما انا بحط له اهداف، بحط له قيم، بعطيه مبادئ. ما صغير اي عمر فينا نحن فينا نبلش مع الطفل، حنقول من عمر تقريبا سنتين، هلا هو من عمر سنتين هو الطفل صار يعني بيفهم او بيقدر يتلقى المعلومه، هلا انا بدي ازرع له اياها بالعقل اللاوعي عنده، يعني وكمان بطرق غير مباشرة، أكيد مو أنت اللي عملت هذا الشيء، عملت خطأ ما بيصير، يعني هي الطرق اللي نحن عم نحكي عنها اللي نحن ربينا عليها ومشينا بهي الطرائق. أما الطفل هون عنا لا، أحيانا بيجي طفل هو عنيد معند على قصة معينة، هو طفل من عمر السنتين أنا فيني أزرع هي القيام بطريقة قصة، مثلا قصة حلوة، بطريقة أنه ممكن نعمل مثلا نحن كأخصائيين أو كمدربين ممكن نعمل بطريقة سيكيو دراما، نعمل مثل مسرح صغير انه شو عاقبت مثلا كذب، شو عاقبت الكلام بذيء، بطريقه يعني هو قاعد عم يحضر وهو شاف شو صار بال 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 بهالمسرحيه، حنقول اللي نحن عملناها عن طرائق السيكيو دراما. اذا الام بالبيت فينا هي تحكي قصه عن طفل معين مثلا صار معه هي القصه، حنقول انه حكى كلمه خاطئه او كلمه مو منيحه وشو عاقبتها وكيف انه الناس ما عاد تقربت منه، ما بشكل مباشر اكيد لا، فدائما انا بدي احاول لو ما ابني حتى عم يعطي هي السلوكيات الخاطئه، المفروض انا دائما يعني كل اسبوع نزل له قيمه لهالطفل، ازرع له شيء حلو، لانه هو هذا الطفل حيكبر حيفوت بسن المراهقه، بعد المراهقة أنت بتعرفوا مرحلة المراهقة حيكون ممكن الولد بيصير بده يشعر بالاستقلالية وبده يصير أنه هو
بعد ما هيك حتى بده يفوت لاسره، بده يصير يربي حتى اطفاله، فهو كله بيعكس يعني بالتدريج. انا ببلش معه بالصغر لحتى هو يعطيني بالكبر للطفل. كمان بيقولوا انه دائما زرع القيم هو شيء تراكمي، ما فينا نحن نجي لعند الطفل واحد اثنين ثلاثه هذول خلص. اكيد طبعا هي اكيد هذا الشيء كثير صعب. الطرق غير المباشره مجد اللي حكيتي عنها هي انه نعتمد اسلوب الحكايه او خيال الطفل. تماما تمام اكيد. غير هذا الشيء بيناسب عمر الطفل، في مرحله 3 سنين عرفنا انه الحكايه ممكن تكون هي شيء كثير محبب لدى الطفل، لبعدين شو هي الطرق غير المباشره يلي فينا نحن نتعامل فيها؟ تمام يعني هلا نحن في عندنا طرق انه نحن ممكن نعمل نعقد اتفاق مع الطفل، حنقول عمر 3 سنوات او 4 سنوات، انه نحن في عندنا قواعد بالبيت. يعني مثلا حنقول، انا حاعطي مثال بسيط يعني هو ما انه يعني حنحكي كاجواء منزل، مثلا انه نحن ممنوع نرفع صوتنا وقت بابا نايم مثلا او وقت ماما نايمه وقت الاستراحه، ممنوع نحن نفوت على غرفه الماما الا لندق الباب مثلا، انه ما بنفتح الباب وهيك فجاه. فانا بحط قوانين بيني وبين طفلي، انت شو بدك مني؟ انت شو يعني انا بدي، انت شو بدك مني؟ بجوز لك ماما انا بدي منك انك انت مثلا ما تعصبي او انت تعدي معي فتره معينه، انه بالطلبات نحن بنكتب عقد مع الطفل. هذا هي الاشياء الغير مباشره. تمام. نكتب عقد انا وطفلي انه انت اذا تجاوزت او انت مثلا عليت صوتك، هلا انا ما رح اجي اعاقبك وصرخ عليك، انا ححط لك مثلا سمايل زعلان على هذا العقد. نحن حنقسمه اسبوعي من الاحد للخميس، حنحط اذا انت نفذت شروطي او انت، هذا مبدا الثواب والعقاب، نحن حنقول بس العقاب المحب. انت اذا نفذت شروطي انا ححط سمايل عم يضحك، وباخر الاسبوع انت حتاخذ الهديه اللي بدك اياها. فانا هون اولا زرعت قيمه احترام الام والاب واحترام خصوصيات الاخرين. يعني احيانا انا بلاقي اطفال مثلا ندق الباب، اجى حدا صدفه، حنقول بيفتح الباب. احيانا الام مثلا ما حنقول ما لم مرتبه امورها او ما يعني هي الشغلات، انه انا بحطك هلا كل ام لها خاصيتها ببيتها ولها استقلاليتها، وهي بدها تحط قواعد لابنها. ففينا من خلال هذا العقد اللي انا بحطه حتى بخليه يوقع للطفل لحتى يحس حاله انه هو حدا كبير مسؤول. وقع ومسؤول. هلا وهن تجرب هذا طبعا، نحن يعني انه اي حدا انا نصحته وعمله، انه الطفل تخيلي اذا تجاوز هذا الحد، حنقول انه هو عمل الشيء اللي ما بده اياه ماما، هو كثير حيزعل انه سمايل زعلان بده يحاول يصححه. فبيجي ثاني يوم بيقول لكيني انا يا ماما انا صرت منيح، انا عم بعمل اللي بدك اياه. لا، نحن بنستنى لاخر الاسبوع لحتى انا اقدر تنزرع وكل شيء على العاده بيصير. فهو تعود على هي السلوكيات، تعود على ماما شو بدها. هيك بنفس انا بالوقت نفسه عدلت سلوك واشتغلت على ابني وزرعت قيمه، ونفس الوقت انا اهم شيء الصوت العالي لبناء الثقه مع الاولاد. الولد بده حضن، بده محبه، بده كلمات ايجابيه. غلط انا ممكن خفف هي الاشياء، وقت بخففه هو حس بالنقص عنده فعدل. انا بهالطرائق هي اللي انا اشتغلتها الولد صار عنده بحس بالمسؤوليه اكثر، ونفس الوقت لا عن نفته ولا لا يعني لا حقول اني انا. حتى انت اليوم وقت انت يعني بتعصبي على طفل او انت حتى انت بتتضايقي بتنزعجي من نفسك نهارك كله كأم. أكيد. النهار كله بتحسي مو تمام انه انا معصبه. هلا تجيني حالات انه احيانا الامهات بتقلك انه انا خلص فرطت، هذا الولد كثير عذبني، هذا الولد كثير إيه. لا، هو الولد، هو الولد حقول انا امتداد، وهو انعكاس الام والاب والبيئه الثلاثه. يعني هو انعكاسك. الولد ما بيخلق الآن يعني هيك بيجي فجأة عصبي، ولا بيجي عنده حالات توترية، ولا عنده، هو اكتسب هي السلوكيات من خلال المحيط اللي موجود فيه طبعا. طيب، وهون كان بدي اسالك انه نحن دائما بنقول الاب والام هن الاساس باي شيء بالتربيه، ولكن ايضا المحيط احيانا بيساهم. ممكن الام بتكون لعمر معين تماما قدرانه تسيطر على الداخل والخارج على الطفله، ولكن بس يبلش يختلط بشكل اكبر مع المحيط رح يبلش يتعلم عادات احيانا يشوف انه هذا الصح مثل ما رفقاتي عملوا، مع انه هو ممكن يكون كارثي هذا الشيء اللي طبعًا تعلمه. طبعا اكيد طبعا. طيب، هون انا كيف بقدر ابني الثقه مع الطفل بانه لا خليك ثابت على الشيء اللي تعلمناه، واجه الغلط اللي برا وتعقلي، لانه في اوقات بيشوف انه لا ما تقول، ما تروح تقول انه عملنا هيك او لعبنا هي اللعبه. اكيد طبعا. او مثلا بتعرفي بدقوا الباب بيهربوا، بتبلش هي التفاصيل الصغيره عند الاطفال. هلا نحن كيف بنبني الثقه مع الطفل؟ سبق وقلت قبل شوي انه الام اللي هي دائما بتبني ثقه مع ابنها بده يكون حدا باله طويل،
بدها تكون ام محببه. حقول انا ما رح احط الاب لانه الاب دائما خارج المنزل والاب عم يتعب، حنقول انه هو عم يطلع لبرا لحتى هو بيقولوا القائد يعني بيجني وبيجي على البيت، فالام هي الاساس اكثر من الاب. يعني الاب عنده مراحل معينه انه امتداد بس الام هي الاساس. فانا ببني ثقتي مع ابني من خلال طرائقي المحببه، من خلال مثل ما حكينا زرع هي القيم. هلا حنقول الطفل طلع على البيئه، كيف ببني الثقه بطريقتي انا؟ يعني مثلا غلط مثل ما حكيت انا ما بعصب، ما بعطي حالة توتر، ما بستخدم ايدي. هلا انا الكل بيقول لي انه معقول انت ضد الضرب؟ ايه انا ضد الضرب، انا ما يعني ولا حتى هيك خبطه ممنوع. يعني هلا بوقتنا هذا ممنوع. بتعلم بتعرفي انه يعني احنا حتى لما بنقدر تتذكري اول قتله اكلتيها تمام. هلا هي كلها هي بس احنا الولد اذا اخذ هلا بوقتنا هذا اول يعني حنقول اكل ضربه خفيفه تعود الطفل، تعود انه انا باكل. الطفل جدا صار ذكي، باكل هالقتله باكل الخناقه وبمشي اللي انا بدي اياه، يلا كلها قتلة وما كانت، هيك بيقولوا الأولاد. هلا أنا ضد الضرب خليه آخر وسيلة يعني من يعني وضده أنا تماما. فالأم بدها تبني الثقة بالمحبة وحتى ما تورجيه عن أخطائه إنه هي يا لطيف يعني كذب كذبة، إنه كذاب وحتى هي الصفة ما لازم تنقال قدام الطفل. صفة عنيد حتى ما لازم تنقال الطفل، لأنه نحن عنا بالبرمجة العقل اللاوعي بياخدها انا عنيد تمام. يعني أنا وتقول عنيد خلص صار عنيد، ابني عنيد حتى بالجامعات اللي نحن بنكون قاعدين فيها مثلا الصباحيات او هيك تلاقي انه انا ابني معذبني. انا هو بيسمع لو كان عم يلعب بيسمع عن 100 متر الولد بيسمعه، بتضل بباله بتضل بباله بس هو بلا شعور اخذ عقله اللاوعي وهو نفذها بحياته. فانا بدي ابني الثقه من خلال المحبه، من خلال تقبل هي السلوكيات بصدر رحب وانصحه انه انت عملت هذا الشيء ما هو صح، وانت بتعرف انه نحن متفقين على 1 2 3. هلا هو طلع على البيئه وطلع على البيئه شاف رفقاته عملوا فصل معين، يمكن هو عمل معهم. هلا هو حيجي يقول لامه اذا باني الثقه معه صح بمحبه حيجي يقول لامه صدقيني، لانه ما في انسان ما بيغلط، والطفل هو طفل حيغلط، غلط هالغلطه اجى قالها لامه وبيرجع عن غلطه صدقيني. يعني اذا مربى صح ببيته ومن سقي هي المي العذبه مثل ما بيقولوا فاكيد حيجي لعند امه. اما الطفل الاخر اللي نحن حنقول انه في عنف في شده، اذا بتعمل هيك ما بيصير، اذا بتعمل هيك غلط ممكن في قتله، ما رح يجي يقول لأمه، حينبه رفقاته مثل ما قلتي هي الطريقه، لانه هو خاف من القتله او خاف من المشكله اللي ممكن تصير وبده يضل ماشي بهالسلوكيات. طيب نحن اليوم مجد عم نحكي عن التربيه الحديثه ونخوض بهي التفاصيل، والام ممنوع تضرب والام لازم تتعامل بحكمه مع طفلها وبلطف وبمحبه وتكون صديقه الاولاد. واليوم ما فينا ننكر قد ايه الظروف صعبه والضغوط كثير كبيره، غير أكيد. ضغط التطور يلي نحن للاسف كمان عم بيكون سلاح له حدين، تكنولوجيا وانترنت وحياتك فينا نقول حياه كثير صاخبه بالنسبه لاطفال عمر 2 و3 سنين، فهذا الشيء قد ايه بيتطلب من الام تواكب هذا التطور بطريقه دائمه بطريقه صحيحه وممكن تتعامل معه، بالاضافه مثل ما قلنا هي الهموم والواجبات والاعباء وبالاضافه للاطفال. تمام. هلا انا عم لاحظ كثير يعني هلا هالفتره انه بالاعمار الصغيره نحن بدنا نخلص من الولد نعطيه حنقول التكنولوجيا. هلا انا عم بحكي سلبياتها وليس ايجابياتها، هلا بيجي على الايجابيات. انا الطفل بدي اسكت يعني خلص بدي اياه يسكت، اليوم بعطيه الموبايل خلص حطي له غنيه حطي له اي شيء. طبعا هذا الشيء غلط جدا لانه الطفل صار عنده ادمان الكتروني وهذا الشيء كثير غلط. بدي واكب التكنولوجيا بس بطريقه صحيحه وليس بطريقه سلبيه. انا اليوم بدي سكت ابني بعطيه الموبايل بعطيه غنيه بعطيه هذا لا. هلا انا فيني استخدم التكنولوجيا حنقول عن عمر احيانا حتى بتلاقي بيجيكي مدح انه انا ابني بيعرف يشغل الموبايل وانا ابني بيحط وبيقيم بحط البرنامج اللي بده اياه، هذا الشيء مو صح وما لازم يحط الشيء اللي بده اياه. مفروض انا يعني انا كأم انا اللي مسؤوله عنه وانا احاسب تجاه رب العالمين، اتحاسب على هذا الطفل تجاه المجتمع. فانا لازم يواكب التكنولوجيا بس بطرائق تكون مدروسه. يعني انا بحط له في كثير على فكره برامج قديمه، حنقول في برنامج المناهل هي البرامج السوريه حنقول القديمه كثير كانت تعطي هدف قيمي بقلب القصه او بقلب انا فيني احط برنامج لطفلي عن طريق النت. يعني انا بدي اياه يسكت بحط له برنامج يكون فيه هدف قيمي يكون في شيء، يعني انا هي القعده اللي قاعده مع طفلي بدي اعطيه شيء يكون يستفاد منه. انا قاعد او قاعد على هالموبايل وبده يواكب التكنولوجيا بس مو بهي الطريقه، مو بحط غنيه او مو بحط او بيفتح على كيفه. الولد على شو عم يتفرج؟ يعني شو الفائده من هي القعده؟ هلا ممكن يحفظ الالوان ممكن يحفظ الارقام عن طريق الموبايل، عرفتي كيف؟ نعم تمام يعني اكيد
كل الشكر لك على كل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها، وبيبقى يمكن هذا الشيء هو السهل الممتنع لحتى نحن كان نبني اطفالنا بطريقه صح، نحميهم شوي من هذا التطور السريع يلي نحن لازم نكون قدها. شكرا لك. خلي لي اياك يا رب. شكرا لك ولوجودك معنا.